صباح الخير. مهمة كي لا صباح الخير لا والو. هادي ديجا 11:30 وانا مازال ما بغيش نفيق بان الصباح ديال السبت راه سالو. مهم الايام اللي ما كتكون عندي لا قرايه لا حتى شي حاجه نهار السبت الصباح كنبقى جالسه مع راساتي ما كندير حتى شي حاجه. الحياه سعيده لكن دابا السبت الصباح صافي سالو خاصنا نديرو شي حاجة نوضو ناكلو نتغداو. حنا بحرا فطرنا كنفطرو معتلين بزاف كنديرو بحال كنديرو برانش ماشي بحال كنديرو برانش السبت الصباح وصافي و سالينا بقينا جالسين كنتفرجو مع راساتنا مازال الحال ما سبعنا والو. انا جيت دابا باش ندير سكين كير ديالي والمهم كنت دايره هاد اللعيبات هادو. غسلت شعري بالليل وجاني المود ديال الصهد ما قديتش ندير فيه استشوار كاع حيتاش ما عرفتش فريمون الصهد جاني. درت فيه غير هاد اللعيبات هادو حتى الصباح اصلا فقت في الصباح عاد درت هاد اللعيبات هادو وراني فايقه بكري ماشي زعما فايقه معطله فايقه بكري ودرت هاد اللعيبات وكنت كنتفرج مع راساتي وفطرت ودابا مهم مازال ما بغيش نتيق بانه صافي سالاس الصباح اللي ما ندير فيه والو. دابا خصني ندير شي حاجه ندير سكين كير ديالي وعاد نطلق هاد الشعيرات وعاد نلبس حوايجي باش نخرج. هانتوما كيما قلت لكم شعري خليته عادي علاش لان دابا هاد الايام هادي من غير حتى الصهد زعما جاي العيد وداكشي وكيبغي بنادم يشوف شعره بانه طوال. ديجا شعري راه طوال واحد شويه كنت قطعته كاري وراه دابا طوال واحد شويه. كيبغي في العيد دير شي لوك بلي بوكل وداكشي كتبغي شعرك يكون طويل دونك ما غادي ندير حتى شي حاجه نخليه طوال. ومهم كنت قلت لكم ديجا فواحد الجيل في انستغرام ولا شورت هنا في يوتيوب بانه راه ديك لا كريم سوليغ اللي كنت كندير ديال بيافين ديك سولي بيافين ما بقاتش مولماني كنت كتولمني في البرد حيتاش كانت لابو ديالي سيش ولكن دابا في الصيف كتولي بشعر سي دهنيه. دابا ما درت لها زعما لا كريم ايدغاتون لا حتى شي حاجه راه غسلتها وخليتها هكا حيتاش صراحه فاش كندير ليكرون كترجع ماشي غير مزيته كترجع فريمون مزيته بزاف وما صافي ما بقيتش كنقد ندير ليكرون. دونك دابا مشيت البارح خديت هذا ديال افين. مهم هذا راه تانتي ومغلوق هذا ديال لابو سونسيبل. المهم هو هذا نوريكم الحويجات اللي خديت البارح. ديجا هاد اللعيبات هادو باش بوكلي صغيرة يلا خديتهم البارح كيكون فيهم 8 انا 4 درتهم قبل 4 هنايا كيجيو بهاد اللعيبات ديالهم ولكن ما كنصحكمش كيدبروا في الراس. خديت هذا خديت هاد لومي سيلير ديال نيفيا اللي بيفازي فيها زيت وفيها ما ورد ابارامون هادشي اللي قالوا بالزيت وماء الورد. هادي كتحيد المكياج الواتر بروف. انا ما كنديرش الصراحه شي حاجه ما كنديرش بزاف الحوايج زعما واتر بروف ولا هذا المكياج ديالي كله خفيف ولكن الماسكارا عندي مشكل في الماسكارا. الماسكارا اللي كتجيني مزيانه زعما اللي كتعجبني وكتطلع لي شفاري مزيان وداك الشيء وما كتبقاش كتفرتت وهذا جوغ لا جورني ما كتبغيش تزول دغيا. المهم هادي الصراحه بانت لي براتيك وعجبتني بغيت نبدل زعما من هذيك غارني هي الاخر ديالها داير بحال هكا حتى هذيك ديال غارني داك الرويس ديالهم اللي كيتسد ويتحل دغيا كيتهرس وكيجيني ماشي براتيك. الدليل انه هذيك كانت عندي تهرست وخويتها في هادي. حتى هذا صراحه زوين فيه لاسيد هيالورونيك هادشي اللي كاتبين فيه كنت خديته غير من عند واحد كيبيع داكشي ديال برا فهمتي كيبيع داك الشكلاط وداكشي ديال برا وجايبته هادو. بون هادي كنت خديتها ب 60 درهم يلا البارح هادي ب 160 درهم.
هذه الصراحه غاليه شي شويه على الاخرى، هذه فيها غير 50 امل. ها نتوما كتشوفوا راها صغيره زعما، شوف يد مع يدي، فيها 150، فيها 50 امل ب160 درهم. الوغ كو الاخرى كنت كنديرها كان فيها 150 امل، هذيك ديال بيافين. المهم هذه ديال افين غنجربها، فضيحة مع دابا جديد مازال ما درتش منه. هذا اصلا زعما واخا لو بري ديالو طالع شي شويه، ولكن بحال اللي غدير فونتان او ميم طون، ماشي غير مسحو هادشي. هذا ما كنحملش هاد العيبات اللي كيبقاو هنايا كيوسخوهم، حيدوهم. ريحتو مزيونه، هذا شريته حيتاش شفتو في واحد التوتوريال ديال واحد البنت المانيه كتبقى دير دي توتوريال، كحمق عليهم صراحة. اوه بعدا نشوف في المرايا صراحه لا تيكستور ديالها عجباني بزاف، ماشي داك داير بحال شي كريم، هذوك لي كريم اللي وليتو كتشوفوهم راهم دابا كيديروا لهم الاشهار وداكشي، داك لي كريم تانتي كتكون غير كريم ايدغاتونت عاديه وهي فيها اللون. جاوني هادو بحالهم، راه ماشي شي تانتي. هانتوما شوفوا، ما كتخليش البشره مجيره ولا شي حاجه نهائيا صراحه، هادشي اللي بان لي ما كتخليش نهائيا البشره مجيره. المهم هادي جو فاليد بور لو مومون، حتى من بعد ما نعرف، حتى من بعد نعاود زعما نهضر عليها على لو لون تيرم، ولكن بعدا دابا جو فاليد. انا ما نكذبش عليكم زعما عجبني لو تان ديالي هكا، ولكن غير بغيت نجرب هاد البيبي كريم ديال توب فيس، حتى هي يلاه خديتها البارح مع هاد ليكرون. بغيت غير نجربها حيتاش قال لك عندها داك المات فينيش، كتخلي الوجه زعما مات وداكشي كتماتي فيه، وانا درت هذا الا كتشوفوا راه وجهي شويه باين بحال الا مزيت، دونك غنديروا هذا نشوفوه زعما واش غادي يدير لنا شي حاجه. اون بليس فيه الاس بي اف 15، يعني تقدو فاش تكونوا خارجين في العشيه مثلا، في العشيه قربت تمشي الشمس، اما في النهار راه ما دير لكم والو هاد الاس بي اف 15. في العشيه تكون قربت تكون الشمس بردات مثلا، ماشي ما بقاتش شي حاجه، يمكن لكم ديروا منه. ريحته شكل، و كيف ما كتشوفوا راه مغلوق عليا واحد شويه، هي البنيته البارح الصراحه قالت لي بانه راه ما كاينش في هادو، ما كاينش زعما اللون ديالك، راه افتح واحد كاين راه مغلوق عليك، و مغلوق بزاف الصراحه. هذه انا خديت لا طانت 002، راه افتح طانت، خصني ندير صفه عنقي، خصني نجير به باش ما يبانش الفرق، وكنظن بانني درت بزاف غنحل فيه. لحد الان انا ما كيبان ليش ماط صراحه، عجبني. الحاجه الوحيده اللي ما عجبتنيش فيه هي ريحته صراحه، هذا الباكاجين ديالو كيوت بزاف، غوز هكا زوين، ريحته فيه ريحه ديال الكول بزاف، هو فيه ريحه ديال الكول بزاف، ولكن عجبني الباكاجين ديالو كيوت اصلا، الباكاجين ديالهم كاملين كيوت هاد توب فيس. دابا نجرب منهم حوايج اخرين الا كنتو زعما انتريسي بهاد لا مارك هادي، حتى انا عاد بديت كنشوفها، ماشي زعما بزاف هادي باش بديت كنشوفها، ولات في المحلات وهذا، وكنشوفها في ستوريات ديال لي باج. الا كنتو انتريسي بيها نجرب لكم دي برودويكت. عجباني كنتراسيهم بهاد لا باليت هادي ديال ريفولوسيون، دو فاصون ما صالح والو، عجباني غير كنعمر الفراغات كنعطيهم شويه ديال الكولور حيتاش كيبان وجهي شاحب جدا بلا بيهم. البلاش اللي كيحمقني وهاد العكار هذا، هاد العكار هذا كنت شريته من عند مول المكياج عادي ب 10 دراهم ولا 12 درهم شي لعبه بحال هكا، وما عجبنيش، وليت كنديرو بلاش. كي
كاينين عراند البنات غادي يعجبهم هذا اللون هذا. ندير لكم هنا باش تشوفوه. انا عندي هاد اللعيبات هادو ما دايرينش، جايين هاد لاك دو كوبيدون جاي بيان تراسي، هادشي ماشي على مود دابا، ولكن ما يمكنناش نبقاو نغيرو شكلنا على حسب ترندز وعلى حسب اللي على مود واللي ماشي على مود، باسكو لا مود راه كتسالو، كلشي راه كيتسالو. يعني اذا كانت شي حاجه ترند في واحد الوقت راه حاجه اخرى غتولي ترند عاوتاني، ما تبقاش ترند وحده الحياه كامله. يعني الانسان ما خصوش يبقى يتبع هاد الترندز وهاد الشيء. البنات اللي عندهم دلاب صغارين بحالي اجي نضمنه، كتبوها في لي كومونتير، قولوا انا من فريق لي ليفغ الصغار حاجه زوينه عادي ما فيهم حتى شي حاجه. بالعكس انا جوتروف كو ماشي، ما نقول لكم جوتروف كو حاجه اخرى زعما راها قبيحه، بالعكس كل حاجه ولو شغم ديالها، زعما ماشي دلافغ صغارين راهم قباحين ودلافغ كبارين راهم زعما مزيانين، راه يلا واحد الوقت كانوا ليلافغ صغارين هما اللي مزيانين، دونك حنا ماشي شغالنا شنو ما كان ترند، حنا راضيين بداكشي اللي عندنا. شوفوا هاد الماسكارا مدقه وحده كتقضي الغرض. هاد البيبي كريم هادي ما بانت لي لا مات لا والو، هما كاتبين فيها مات فينيش، ولكن راه ما كاين لا مات فينيش لا والو. غنجيب هذا وندير بحال هكا، عقلت على ديك لاستوس القديمه، ديك لاستوس القديمه اللي كانوا كيقول لك زعما فاش تكون في العراسات وداك الشيء، الى تزيد لك وجهك ولا عرق لك وجهك مسحوب بحال هكا. انا داك الشيء اللي غندير باش نحيد داك بحال الزيت اللي زايده، نحيد منها المواد الدهنيه، حيد من وجهي المواد الدهنيه. دونك انا دابا نحيد عليا هذا الشيء باش نخرج. نورمالمون كنخصني حتى نلبس حوت بيضة. دابا خليت شعري زعما باش ما يتضررش بالحراره وداك الشيء. وصراحه انا ما زعما ما نكذبش عليكم، انا براسي ما قديتش هادي بعدو ما قديتش نقد شعري ولا شي حاجه حيت الصاط. وفاش كتشعل السيشوار صافي، يعني كيرد لابياس فريمون سخونه بزاف. ديديكاس لصاحبتي ايمان اللي كتقول لهذا الايلاينر الافتراضي، ندير شويه ديال الايلاينر الافتراضي. غنوض لبس حوايجي باش نخرج، غنمشي للالكترو بلانيت نشوف زعما شنو عندهم، حيتاش خاصني ناخد لافيسيل واخيرا غناخد لافيسيل. دونك غنمشي للالكترو بلانيت نشوف زعما شنو عندهم. ديجا شفت في بيوغناش وكوسموس وما جاونيش زعما كاينين دي بون بلون ولا شي حاجه، يا اما كاينين غاليين بزاف يا اما فهمتي كيكونوا هادوك العاديين ودايرين فيهم دي بري اكزاجيري على المحلات العاديه. غنمشي نشوف الكترو بلانيت شنو كاين، سينو راه داك الساعه دابا نبارطاجي معكم منين شريتها اذا كان شي بون بلون ولا شي حاجه. و حتى نتوما بارطاجيو معايا في لي كومونتير، قولوا لي لي لافيسيل لي مارك زوينين، شي حاجه الا جربتوها وعجباتكم بارطاجيوها معايا. انا دابا نوض نلبس حوايجي نتلاقاو من بعد واحد شويه. شنا المول بالصغير هاد الكسيوه هادي، وخليت شعري كيف ما هو دوت فاصون، ما كان حتى شي تحول وحتى شي تغير، هكذا راه جاي عادي ما مديرونجينيش. واخا زعما كيبان بحال الا مشوطش وداكشي، ولكن سي با غاف ماشي شي حاجه.
خفيف وبصغي الخاتم. ندير هاد الكوغميط هادي اللي كتجي خفيفه وزوينه، كيعجبوني لي زاكسيسوار الخفافين وصافي. فينالمون ما تشارك حيت لما تصات ودابا غنمشيو في الالكترون بلانيت نيشان والمون ديال الصاد المون ديال الصاد الشمس. كاينين حنا في الشجر اللي في الزنقة، شعري في هاد اللعيبة هادي ما تركزوش معاها حيت قلت ما نصوب الشعري، ولكن ما غاديش نضيعو بلا لاك واش انا ما مصوباهش ما دايرالوش الاخر باش من اديه زعما، وغندير له لا لاك باش يبقى كيتقرض عاوتاني. ميمكنش، يلا خليكم معايا. دابا رجعت ما صورت حتى شي حاجه قبيله حيت اصلا ما درت حتى شي حاجه دو سبيسيال، غير خرجنا درنا شي شويه وصافي، ما درنا حتى شي حاجه زعما في شكل. المهم هذا هو اللي كنت قلت لكم ما بقاش كيعجبني صراحه، ولا كيجيني ثقيل بزاف على بشرتي، واخا هو ها نتوما دايرين فيه لي سولير يعني راه نورمالمون خصو يكون خفيف، ولكن هو ثقيل كيخنق لي بشرتي. هذا اللي جربته هذا النهار، راه جربته في الصباح دوزت به نهار كامل، وهانتوما كتشوفوا وجهي كيفاش داير. هو ساقط حيتاش الصهد وكل شيء، دونك طبيعي ان وجهي يكون هكا، ولكن ما خنقنيش البشره ديالي وعجبني زعما، ما عندي حتى شي تعليق نقولو عجبني. دار خدمته كومي الفوس، تحملته نهار كامل بلا ما نبقى نحس بانه كاينه شي حاجه في وجهي مضايقاني، وهذا هو المهم. غير كيف ما قلت لكم دابا كاين فرق في السرعات، هذا راه 150 امل وهذا غير 50 امل، هذا 160 درهم وهذا ب 110 درهم 115 درهم. هذا كنظن غادي نبقى نديرو غير في يدي، نبقى نديرو في يدي من هنا، حيت صراحه لاحظت بان يدي كتحرق بزاف من هاد البلاصه، حيتاش كنتعلم من فوق الامتحان ديال البيرمي ما بقى لي والو ان شاء الله، ماشي ما بقى لي والو، راه نورمالمون غندوزو حتى شهر 7، ولكن دابا غتجي مع العيد وغتجي مع لي زيكزام، عندي دي زيكزام في التالي ديال هاد الشهر، وكاين العيد كيف ما قلت لكم، يعني ما عرفتش انا شحال ديال الكونجي غياخذوا، هذا كنحاول نسالي عليا الماكسيموم دي سيونس، حتى المونيتريس ديالي كتقولي زعما اجي في هذا الوقت بزاف حسن ما تعطلي حتى التالي، غيبقاو لي كلكو سيونس غنخليهم حتى يقرب لي الامتحان، بحال مثلا يعني حتى يرجعوا من العطله ديال العيد وداكشي عاد زعما نبقى نديرهم وصافي. هادشي اللي كاين دونك هذا نبقى نديرو غير في يدي، في يدي ما غيضايقنيش عادي دبر راسو. دابا غنجرب معاكم هاد لومي سالير بيفازي، هاد ديماكيون بيفازي ديال نيفيا. انا قلت لكم كنت مشيت ناخذ هذاك ديال غارنيي، هذاك ديال غارنيي كبير عليه وكيدير ب 70 درهم، وهذا كيدير ب 60 درهم فيه 400 امل، والاخر كيدير ب 70 درهم وفيه 600 امل. هذا راه كيبان لكم رخص من الاخر، ولكن هو راه قليل عليه فهمتي، يعني انا غير بغيت نجرب هذا، اما هو الغابور كاليتي بخي راه هذاك الصفر اللي كيكون فيه الزيت والماء ديال غارنيي راه زعما في البخي راه احسن من هذا، غير انا قلت نجرب هذا كنشوف عليه بزاف ديال الريفيوز وداكشي، قلت اجي نجربه ودابا نشوفه واش كيحيد. هانتوما هاد الماسكارا هادي اللي عندي دابا، وهي راه ما بقاتش كتبان بزاف،
دوزت بيها النهار كامل، وفهاد الشمس وهاد الصاد الله يكثر خيرها اللي مازال كاينه اصلا. دابا هادي ما كتفرتاتش وما كتبقاش طايح زعما نورمالمون. انا الماسكارا راه دغيا دغيا كتجلط لي عيني، ولكن هادي كتبقى لاصقه. هاديك اللي كنت وريتكم قبيله ديال كاتريس كتبقى فريمون لاصقه بزاف، ولكن عندي مشكله معاها انها فاش كندير شي دي ماكيون او مسالغ عادي ما فيهش الزيت ما كتبغيش تزول. او ريحتو عرفتو شنو ريحتو؟ ريحتو بحال الكريم ديال اليدين الزرقاء نيفيا. انا هذيك كنحمق عليها، هي الوحيده اللي كنرطب بها يدي. انا نمسح به ونشوف هاد زعما لافيكاسيتي ديالها. هي اول مره هادي احسن كنظن حتى الاخر ديال غارنييه هو نفس الشيء زعما، ماشي شي حاجه اكستراوردينير. غير هذا صراحه ريحته زوينه، ريحه ديال داك نيفيا ديال اليدين الزرقاء. المهم انا هذيك الريحه كحمق عليهم كنديرها، غير هي الوحيده اللي كنستعملها ليدي هذيك نيفيا الزرقاء ديال الحكيك. المهم هاد الماكياج هذا كيمسح مزيان، هادشي اللي كاين. حنا مسحنا وجهنا بقطينا وحده وبهاد لومي سالر. صراحه الكود كور ديالي جاء على الريحه ديالها، زعما الريحه ديالها رائعه، وحتى لو فات كو فيها الزيت كتخلي بحال شنو نقول لكم، بحال داك القطن يزلق في الوجه، ماشي يبقى هكذا مقصح في شي بلاصه. دابا بعد ما ديماكياج وجهي نغسلو بهاد الهيدرو بوست. هذا كانوا قالوا لي البنات، كنت حطيته في انستغرام وتيك توك، قالوا لي البنات بانه راه ما فيه الريحه، غسلي بشي واحد ما فيهش الريحه. انا ديجا كنت كنغسل بهذا ديال سيغاف، هاد الويل لافونت، وكانت مزيانه زعما ما فيهاش الريحه ايتو، ولكن انا كيطلعوا لي لي برودوي في راسي. هادي راه ما فيهاش، ماشي ما فيهاش الريحه، راه فيها الريحه ولكن ريحتها خفيفه. هذا ريحته مجهده شي شويه عليها وصافي، زعما هذا هو الفرق. اما هادي راه حتى هي ما فيها الريحه، ماشي ما فيهاش كاع الريحه نهائيا. وعجبتني الغسيل ديالها زوين بزاف، كتنقي الوجه وداكشي وكتخليها رطب، ماشي هكا كيتيرا وداكشي. غير هي كنت مخليها عندي باش نهضر عليها زعما في مي برودوي فافوري اللي كملتهم واللي غنعاود نشريهم مره اخرى. غير ماشي هاد المره هادي، لان انا كيعجبني نبدل لي برودوي. دابا كنطلع لي في راسي داك البرودوي، ودابا خديت هذا عاوتاني، راه ماشي راه مده وانا كنغسل بهذاك الويل لافونت ديال سيغاف. دغيا دابا بما انني زعما كنت كندير ماكياج، نهضر لكم على هاد لي فوطون ديسك هادو اللي خديتهم من كارفور. هادو لا علاقة، الى لقيتو هاد لي كوبون ديسك هادو من كارفور غير ما تشريوهمش، راهم فريمون لا علاقة، ما يمكنش هما عقلوا عليهم، ما يمكنش. عرفتي جبتهم دابا غير باش نعمر زعما ديك اللعبة، انا غير باغي نساليهم باش ناخذ وحدين اخرين، حيت حورش هما شوفوهم كي دايرين. انا كانوا كيبانوا لي زعما بانهم رطيطبين وداكشي، ساعة صدقوا فريمون حورش. الا كان شي دي ماكيون ماشي بحال هذا ما فيهش الزيت، هذا راه فيه الزيت شويه زعما ماشي مشكل، بحال الا كيرطب فاش كتكون زعما مدوزه القطن على وجهك، ولكن هذوك اللي ما فيهمش الزيت راه مشكله. داك لومي سالغ العاديه اللي كنت كندير ماكيا بهم كان كيفرعني في وجهي. دابا غادي نمشي نغسل وجهي وغندير هاد لا كريم هادي ديال نيفيا، حتى هي راه كنت كنستخدم كريم ديال سيغاف واشاك فوا كنبدل. صافي كنشوف شي حاجه كتعجبني كنبغي نجربها، ونيت يمكن لي نبارطاجي معكم لا في ديالي على بلوزيغ شوز، ماشي حاجه وحده. كنت غنصح على حساب لي لافيس اللي راه وريتكم قبيله، راه حنا صراحه لقينا شي حاجه مختلفه عند الكترو بلانيت.
لقينا واحد البون بلون، واحد لي زوبسيون كاينين في لي لاف فيسيل. كاينه هذيك البازيك كدير ب 3000 درهم، صراحه انا هذيك هي اللي كنت ناويه نشري. من بعد قالوا بانه زعما هذيك ما كتغسلش مزيان، ولكن ما فيهاش واحد لوبسيون ديال انها كتحل الباب مور ما تغسل المواعن، كتحل الباب بوحدها باش ما تخنازش لداخل، ما يوليش فيها شي ريحه قبيحه. وزيد عليها لوبسيون ديال البري لافاج، فاش كيتحطوا المواعن ما كيتشللوش، و الا خليتيهم مثلا واحد المده يخليو ريحه قبيحه. حيت دابا لاف فيسيل زعما حنا في الدار كاينين بجوج بينا، دونك ما نكونش كنحط فيها بزاف ديال المواعن، يعني نخليها على يومين ثلاثة ايام عاد نشعلها نغسل فيها المواعن. هاد السيمانه اللي فاتت مشينا الكوسموس بيوغناش، مشينا لواحد المحل زعما غير حدانا كنشوفو شنو كاين. هادي اللي فيهم هاد لي زوبسيون هادو كيقولوا لنا 9000 درهم 10000 درهم، ولكن هادي لقينا وحده ديال ارتور مارتان. ارتور مارتان ماركه واعره، انا ماما كانت عندها فيها لاف فيسيل، وكان عندها فيها لاف لانج، كان عندها فيها الماكينه ديال التصبين ديال الحوايج وصبرات سنين، زعما ماركه زوينه. دونك بغينا ناخذ هذيك ارتور مارتان، فيها نفس لي زوبسيون ديال هادوك اللي كانوا كيقولوا لنا ديال ويربول وسامسونج. المهم بعدا اللي متاكده منها فيها لي زوبسيون بحالها هي ال جي، كدير 9000 وشي حاجه، 9000 درهم وشي حاجه، وجاتني غاليه. دونك هادي جايه ما بيناتهم، يعني راه هي اللي شفتوها الثانيه، هي اللي اختارينا فيها هذيك لوبسيون ديال كتحل بوحدها، وفيها لوبسيون ديال التشلال كتشلل المواعن وكتخليهم فيها، يعني يمكن لك تبقي تجمعي فيها المواعن وكتشللهم هي، وحتى كتبغي تغسلهم وكتلونسي لافاج وكتغسلو، فاش كيتساليو الغسيل كتحل الباب باش ما يبقاوش مزموتين لداخل. يعني واخا تكون خدامه نهار كامل، ولا في مونكا انا كنبقى زعما كنقرا حتى نرجع، زعما ما بقاش اطاشي ليها تتسالي باش نحل ونحيد منها المواعن، كنخليها كتغسلهم كتحل الباب بوحدها باش ما يبقاوش يتغمقوا فيها المواعن، وتولي بحال ما درتي والو ترجع تغسلهم من الاول. وهي كيف ما شفتوا في لو بري ديالها كدير 5400 درهم، دونك هذيك الثانيه ديال 5400 درهم اللي اختارينا. و هذيك اللي وريتكم بحالها ديال ارتور مارتان ما فيهاش كلكو زوبسيون، كدير ناقص عليها بألف درهم، ولكن ناقص عليها حتى في لي زوبسيون، يعني هذيك بحال دايره بحال هذوك البازيك العاديين. دونك اختارينا وحده اللي زايده شي شويه على الاقل، من بعد ما تفكرش تبدلها. صافي هادشي اللي كاين. دونك دابا كيف ما قلت لكم نمشي نغسل وجهي بهاد الجيل نيتوايون، نيدغاطي بهاد لاكريم ونمشي نعس، حيتاش النهار كان طويل بزاف والشمس هاد الشمس راه كترخي. انا عطيتكم لافي ديالي في هاد لي برودوي، من بعد دابا نبارطاجي معكم لافي ديالي على ديك لاف فيسيل. المهم تيجيبوها لنا يركبوها لنا بعدا ونبدا نخدمها، ودابا نبارطاجي معكم لافي ديالي عليها. هكا الا كانت شي وحده فيكم انتريستي تشري لاف فيسيل ما تعرف شنو تختار. صافي هذا ما كان، نمشي نكمل لاغوتين ديالي السكين كير ديالي ونعس. صباحو على خير، وشكرا بزاف الى كنتو بقيتو كتشوفوني حتى لهنا. تهلاو فراسكم.